قائمين على هذا المؤتمر أرادوا أن يقولوا أنه لا يجب أن ينظر إلى موضوع رفع الظلم عن المرأة من جانب العطف فقط، وإنما من جانب ضرورة مشاركة المرأة لكي يتقدم البلد. المرأة اليوم تشارك في البرلمان بنسبة جيدة، لكن دورها في بناء المجتمع وبناء مؤسسات الدولة وفي القيادات الإدارية في الدولة أصبح منحسر بشكل كبير جدا. هناك عنف وقع على المرأة، هل نسكت أم هل نقوم ببرامج على الأقل تقدير؟ إن لم نستطع وقف العنف فيمكن استطاعتنا مساعدة المعنفات. عدد من الحاضرين وصف أن العنف هو ضعف في مضمونه، إهمال أو إغفال حق المرأة في العمل، مما رسخ مفهوم التمييز بينها وبين الرجل في العمل، مما يغيب على المدى البعيد دور المرأة في التنمية المستدامة وتغييب القيادات النسوية المستقلة. المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير في بناء المجتمع، ولا يمكن أن تكون دولة متحضرة وأن تصل إلى مرحلة متطورة وأن لا تفعل نصف عدد سكانها. العنف ضد المرأة والذي أجمع الجميع بأنه ظاهرة مرفوضة ومؤشر واضح على محاولات التمييز ضد المرأة. وكان العراق الذي فعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووقع على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لكي يوسع ممارساتها لأنشطة حياتها ويعزز دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويحقق المساواة عبر علاقات متكافئة بينها وبين الرجل.